ركز بقى شوي. اصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام اخوك. نطلع انا وانت على فرنسا سنه ولا اتنين نشقاهم هناك نرجع. قلت نشقى. هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمرمط اخر مره. ايه المشكله يا بروت؟ قضيتك ايه؟ انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطه بالنسبه لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلامي يا بروت. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتا بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تقبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاوس فريد. فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باث روم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباث روم اللي لسه داخلها الست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. بص يا بروتا. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. إيه ده؟ واللي ينكر كده يبقى ما عندوش اصل. ازاي؟ صح ولا غلط؟ يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب عيب يا بروتا. انا ما اقدرش انكر الكلام ده. احنا اخوات وصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر. طبعا. والسفر يعني غربه. اي. والغربه محتاجه فلوس. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عينيا ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه والاسم انت وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حصل خير زي ما قال لك واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله. قدر الله. سرعنا يا عم اسكت. سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الدهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله احمد ربنا انها مش طيارة اترشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفهمها تاني. الله اعلم. العلم عند الله. بص يا سيدي. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالي. انا عارف ان انت محوش قرشين فحصلتك بالاضافة للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي واخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. ايوه. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين فحصلتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله وعليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي واخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راحه كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر ما فيش مشكله كده. اخوك. طيب. اخوك بتقل عليك. وبعدين انا هاخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب في ريال دي تركب الطياره ازاي؟ طيب. يا فروتا في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض يعني. انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصالاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي. مش مسافر يا بروتا؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتا؟ خلاص يا صاحبي. الله ان شاء الله هتفرق. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا. بحياه ابوك هتسلفني بس الفلوس. نعمل الحفله. اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا يا رجاله. يلا رجاله. اجهزوا للحفله. مزيكا مزيكا. يا شبابي ما احناش جواري يا دنيا.
والله هتوحشنا يا صاحبي. مش عارف يعني مش عارف عايش من غيرك ازاي والله العظيم. وانا كمان مش عارف هعمل من غير عياط من غير عياط من غير عياط. مش ناقصه هبل هي خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين؟ اه سنين طبعا. هتغيب سنين وانا حابني اسمي في عالم الكفاح وان ضل بين يوم وليله يا بروطه. مش تركز معايا كده؟ ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمه كلها نصها ليا ونصها ليا. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ اول ما ارجع النص بتاعي عفن وانت حالتك ثلاجه اطفحه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش فيها ابن بلد وتقول لي هشيل والله نص. ما تخاف يا راجل. اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. يا خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي؟ طول عمرك كنت اتجاه واحد. ايه الحلاوه دي؟ مرساه وكمان لغات. ايوه ايه اللي جراني؟ الست زازه عملت فيها كده والله جدعه. بقول لك يا شربات، ايه فاضيه 3 4 اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب. لا لا يا شربات، الا الراجل ده انا منعك. تمنعني ليه واني اجزلن؟ انت ايه؟ اني اجزلن. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارفه يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمر بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح، طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازه قالت لي ان عزب بهده هيخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زي كده. قلت ايه؟ قلت ما حدش هياخد مني حاجه غصب عني. خد كل حاجه شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور غصب عنك يا ولا. بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعه. شربات ما تطلعيش يا شربات ما تطلعيش. طالعه 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 ماسكه الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها بصيت له بصلها. خدك على المحور وداك الدائري عضك.